عدنا والعود أحمد. مرحبا أعزائي طلبة بكالوريا 2023، طلبة نظاميين وأحرار. مرحبا بكم مع الأستاذ عمر بركاني في مادة التاريخ والجغرافيا. مادة التاريخ والجغرافيا هاته المادة المنقذة بالنسبة للكثير من الطلبة، ومادة تفوق بالنسبة للطلبة الآخرين. معناها الطلبة اللي يبغيو يديو الباك تاعهم مونسيون طالعة 18 19 خاصهم ثاني يخدموا في التاريخ والجغرافيا يدو 18 19 باش يقدروا يطلعوا المعدل، والطلبه اللي عندهم ضعف ممكن يقدروا يجيبوا 13 ولا 14 فاسيلمون في الماده. كيف ذلك؟ المشكل انه الكثير من الطلبه يعتقدوا ان ماده التاريخ والجغرافيا هي ماده حفظ وتتحول الى وحش مخيف بالنسبه اليهم، وهذه فكرة خاطئة ترسبت في أذهاننا. مادة التاريخ والجغرافيا ليست مادة حفظ، إنما مادة فهم واستيعاب، فهم واستيعاب للظاهرة التاريخية والجغرافية. كي تفهم الظاهرة فهما صحيحا تقدر تستوعبها وتقدر تحفظها فاصيلا. ما السبيل إلى ذلك؟ كاين طرق أكاديمية وديداكتيكية معروفة، ذلك ما سنراه من خلال هذه الدورة التي سوف ننظمها على منصة زوم شعلال. كل أسبوع عندنا حصتين من ساعة ونصف، يومي الأحد والأربعاء من 8:30 مساء إلى 10:00، معناه في الليل عند وين التلميذ يكون آلاس. واسم غادي نشوفو في هذه الدورة، غادي نشوفو دروس الوحدة الأولى كاملة في التاريخ ودروس الوحدة الأولى كاملة في الجغرافيا. نشوفو العلاقات الموجودة بين الدروس هذه، ونشوفو العلاقات الموجودة بين عناصر كل درس. نشوفو كذلك شرح ومفصل لهذه العناصر. نشوفو كذلك تعريف للمصطلحات، كيفاش نعرفو بالشخصيات، معناه نولو نلعبو بالشخصيات والمصطلحات بكم معرفي بسيط. نشوفو كذلك التوقيعات على الخرائط، تقنية الإجابة، الأسئلة المفخخة وما إلى ذلك. كامل هذا الشيء يكون وفق طريقة منهجية مدروسة ومضبوطة. إذا من أجل التسجيل في الدورة يرجى الاتصال على الرقم الموضح في الشاشة. الآن فصاعدا تاريخ والجغرافيا نولو نتمتع بها ماشي نقراوها باستفعالنا. بالتوفيق أعزائي الطلبة وإلى لقاء قريب.